بسم الله والصلاه والسلام على النبي الهدى سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اهلا وسهلا بكم متابعينا الكرام. اليوم معنا فيديو جديد، معنا شاشه 52 بوصه LG 4K فيها مشكله في البانل، هنشوفها مع حضراتكم دلوقتي. هبدا افتح باور كده، اضغط باور، وصل كابل الباور، نضغط باور، زي ما واضح الصورة بالشكل اللي انتم شايفينه ده كده، ده صورة البانل، خطوط رفيعة، خطوط طولية بالشكل اللي انتم شايفينه ده، وده مظهر العطل. هنبدأ ان شاء الله فك الشاشة ونبدأ نعمل صيانة مع بعضينا. ان شاء الله الشاشة دي احتمال كبير هيبقى فيها مشكلة في جنب من الأجناب. الشاشة دي طبعا هذا 4K فيها جنبين، هنشوفهم مع حضراتكم دلوقتي. تابعوا معانا الفيديو. نروح للشاشة، ده موديل الشاشة LG BTU7000RTA فلول، طبعا مكتوب عليها ميدون كوريا. بعد ما فكينا الشاشة بالشكل ده كده، دي بوردة الباور، ده المين الأساسي، وهنا ده التيكون معايا، وعندي ده البانل. البانل عندي جنبين، ادي نص بانل بالشكل ده كده، بانل LG، وادي الجنب التاني. وعندنا طبعا ده التيكون اللي هنبدأ من عليه الشغل. اول شيء معايا طبعا هنا، اما يجي لك عطله زي كده هتبدا اول حاجه تعملها، هنبدا نفصل الفلاتات دي. عندي جنبين اهو، انا كده عرفت المشكله عندي في التيكون. هفصل باور، طبعا انا مش هفحص دلوقتي لان احنا متوقعين العطله بتاعنا فين، فهفصل باور. اول شيء هاجي فاصل جنب كده، ده يعتبر نص الشاشه المفروض انا فصلت هنا. لو النص ده في مشكله النص التاني ده يشتغل معايا. فصلت هنا الجنب ده، المفروض النص ده مفيش مشكلة، النص ده يشتغل معايا نص الشاشة. فهنيجي نوصل باور كده ونشوف. شغل الشاشة باور، من الواضح كده زي ما واضح قدام حضراتكم مفيش اي تغيير. عندي هنا برضو نفس الوضع، فكده هرجع اوصل الجنب اللي انا فصلته، الجنب ده كده. احنا هنا شغالين على موضوع عزل البانل. هنا احتمال كبير فيه نص قافل، فيه نص فيه مشكله في الاشارات، فيه عامل شورت، فبالتالي ده صعب اصلاحه، مش هينفع يصلحه. فاحنا لازم ان هنا بنعزل ونعرف، عايزين نعرف بقى النص ده اللي سليم او النص ده اللي سليم. فبالتالي احنا عزلنا الجنب ده، عزلنا هنا، وصلنا الجنب ده لوحده زي ما شفتوا كده، النص ده في مشاكل. لو النص التاني في مشاكل احتمال كده ممكن يبقى التيكون كله في مشكلة، او عندي البانل قافل معايا. فهنجرب النص التاني كده. انا فصلت الفلاتة اللي احنا كنا موصلينها، ووصلت الجنب التاني اهو، وهنبدأ نروح للباور تاني. وصل باور، هبدأ أشغل. لو الجنب التاني اشتغل معايا هنشوف مع حضراتكم برضو النتيجة ونشوف الوضع. زي ما واضح كده عند النص ده، النص ده اشتغل اهو والبيانات ظاهرة فيه. النص التاني طبعا أنا فصلته فجاء الشاشة بيضاء معايا، فالنص اللي عندي ده شغال. يعتبر كده أنا عندي نص البانل اللي فيه مشكلة، الفلاتة اللي فيه اليمين عندي دي. فبالتالي انا الصيانه بتاعتي هتبدا في الفلات اللي في اليمين، فالنص ده كده شغال تمام، كده تمام. طب زي الفل. فلو النص التاني كان فيه نفس المشكله كده، كان البانل كلها يبقى فيه مشكله، وده نادر لما بيبقى فيه مشكله في الجنبين. فهنا عندنا جنب قافل، الجنب ده كده يعتبر فيه قفل عندي، لما بوصل بيوصل لي الاشارات اللي رايحه للتيكون كله بيعمل لي مشكله معاه. فهنا انا هنزل تاني كده بالشاشه، وهنبدا بقى في مرحله
الاصلاح معايا، افصل باور وهاجي من هنا كده الجنب اللي احنا اتكلمنا عليه ده. ده هنا هسيب من الاول كده في حدود مثلا 10 12 خط في الاول معايا من هنا على الفلاته، وهبدا باي لزق كده وهبدا احاول اعزل ونشوف مع حضراتكم دلوقتي. انا كده اهو العزل اهو لحد هنا كده، سيب 10 خطوط كده او 12 خط وجرب. طبعا العزل ممكن تجرب كذا مره لحد ما الشاشه تشتغل معاك طبيعي، ما فيهاش مشكله، ممكن مره تلاقي خطوط، ممكن مره ما تشتغلش، ممكن. فانا هنا كده انا عزلت اهو، عزلت الجنب ده، طبعا عازل من اليمين اهو، انا عازل من ناحيتهم اهو، وادي الورقه اللي انا حطيتها. شغل الشاشه كده ونشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. المشكله هي هي ما زالت. المشكلة هي هي. طب تمام، برضو هنحاول تاني. هدي قس من أول محاولة. حاول تاني، صغر شوية كده. صغر حجم الورق اللي معايا. وأقلل عدد الخطوط شوية. نبدأ نعزل تاني. افصل باور، افصل الفلاته واتاكد ان النص اللي كان شغال تاني. افصل الفلاته دي، افصلها واتاكد ان النص كان شغال عندي، لان كده المفروض الشاشه يعني كان يبقى فيه اي تغيير حتى. لو مفيش تغيير معايا ولا اي نتيجه، فصلت النص اللي فيه المشكله، هوصل الجنب التاني كده اهو. هضغط باور وشغل. تمام، هو النص ده شغال كويس اهو من واضح اهو. في مشكلة عندي برضه ما زالت كده، انا كده اتأكدت ان الفلات واصلة كويس بتاع النص اللي هو كان هو السليم. هنرجع نازل تاني. طبعا خلي يعني ايه، حاول كذا محاولة ما تيأسي، يعني احنا من كذا مرة ما بيجيش، ممكن ما بيجيش معاك من أول مرة، فحاول كذا محاولة. غير مكان الخطوط شوية، اتحرك شمال اتحرك يمين خطين ثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم. نفس الوضع هو هو، برضه نفس المشكلة هي هي ما زالت. كده اتحركت شوية تاني، هنبدأ نجرب نوصل. نفس المشكلة هي هي. طبعا لازم زي ما قلنا لحضراتكم هنحاول كذا مرة نغير الكيس ده ونغير الورقة اللي انت بتعزل بيها دي. نجرب تاني. الفيديو شوية علشان ما اطولش وقت الفيديو من المحاولات اللي احنا بنحاولها. وبعد كذا محاولة انا هنا اول 12 خط عزلتهم اللي هم واضحين قدام حضراتكم، شكل العازل اهو، اول 12 خط من على اليمين في الفلاتة زي ما واضح كده. وهنيجي نشوف مع حضراتكم الشاشة
يعني ما تيأس. شوف احنا حاولنا كذا محاوله وكذا محاوله بعد ما قفلنا الفيديو والشاشه اشتغلت معايا تمام الحمد لله. فيها خطوط، فيها خط رفيع اهو ظاهر معايا هنا. في خط هنا فقط لا غير موجود عندي هنا، في خط رفيع خالص موجود في المنطقه دي. طبعا بنحاول برضو بحيث نرفع الخط ده، لو ما رفعش يبقى احنا مش هنقدر نعمل فيه حاجه تاني. والشاشه اشتغلت معايا، كل البيانات ظهرت. نحاول محاوله تانيه علشان نزيل الخط ده. تابعوا معانا، هنزل بالشاشه. نفس الباور، ارجع الفلاتة، احاول احرك حاجة بسيطة كده شمال او يمين ونشوف. يعني حاجة بسيطة كده ونجرب ونشوف. عزلنا على اول 12 خط وظبطت معايا على كده. بسم الله. ان شاء الله كده الشاشه فتحت، مفيش خطوط فيها ظاهره، مفيش اي خطوط اهي، الشاشه صافيه زي ما واضح قدام حضراتكم. الخط اختفى، مجرد حركنا الفلاته حاجه بسيطه الخط اختفى معايا زي ما شفتوا، والشاشه اشتغلت بصوره طبيعيه اهي. طبعا هنستمر على التشغيل فتره. الله اكبر الله اعظم، الله اكبر الله اكبر، باذن الله هنستمر على التشغيل فترة. يعني انت كده مش الشاشة خلصت، هتشغل الشاشة وتجربها جنبك فترة، تأكد ان مفيش خطوط هتظهر معاك، لان الشاشة ممكن تشتغل نص ساعة وتظهر معاك عندك خطوط بالعرض كده. فبالتالي لازما تجربها قبل ما تديها للزبون. انا كده الشاشة تمام والجودة بتاعتها كويسة، يعني تعتبر جودتها هي 4K بقت 2K، الجودة بتاعتها انخفضت للنص لكن مش واضحة، مش باينة قوي في الصورة، يعني حتى مفيش بكسلات ولا شيء، مش مبكسلة ايه، مفيش اي بكسلات عندي على الشاشة. والشاشة تمام زي ما شفتوا كده. ودي كانت الطريقة نازل بيها ونعالج الاعطال دي من الاعطال الصعبة، وفي اوقات بنعرف نعالجها واوقات ما بنعرفش. فان شاء الله باذن الله لهنا يكون انتهى الفيديو مع حضراتكم. لكن لو عجبك الفيديو يا ريت تنزل تضغط لايك، تشارك الفيديو مع اخواننا، تعليق طيب من حضرتك، ولو مش مشترك معنا في القناة يا ريت تشرفنا بالاشتراك. وانتظرونا ان شاء الله في فيديو قادم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.